ونتحول للتعرف على أهم أنباء الطقس مرة أخرى. فاطمة خليل، شكرا سحر، شكرا إيهام، وأهلا بكم مشاهدينا ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 16، الصغرى 9، الإسكندرية 15 9، مطروح 14 10، بورسعيد 17 8، الإسماعيلية 16 9 وجوها بارد. بالنسبة للسويس 16-8، العريش 16-8، طابة 16-8، شرم الشيخ 20-12، الغردقة 20-11 وجوها معتدل. بالنسبة للأقصر 17-7، أسوان 18-8، الوادي الجديد 18-5، شلاتين 23-14، حلايب 22-15 وجوها معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.